ما حتى الإنسان بده يطلع على من السجن لمستشفى بيطلع مكلبش، بينام على السرير مكلبش. يعني العلاج المفروض انه يمكن اغلبه نفسي، فانت لما بتلاقي حتى وهو يعالج فيك بحاول يقيد حرية علاجك، ففيش علاج في داخل السجن. يعني بداية الاعتقال زي نهايته صعوبة. بداية الاعتقال بتنحرم من أحبة، وبنهاية الاعتقال بتفارق أحبة. مسلخ معناه يعني بجوز بسيط في الوضع الإنسان اللي فيه، كلمة مسلخ ممكن تنهي الحياة وبتريح الإنسان، بس هو مش مسلخ، عذابات مستمرة يومية. ناصر ممكن احنا بأي لحظة نفقده، ممكن هلا واحنا نعمل بهاي المقابلة نفقده، نسمع خبر استشهاده. الأسرى بتقديري يعني بشكل عام ما زالوا بزرعوا في كل شبر أمل وبكل سنتي أمل وإيمان بحتمية قضيتهم.